الشرك نسأل الله العافية والسلام. ممكن يسألك إنسان وأنت تمشي يقول هل أنت مشرك؟ إيش تقول؟ تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. طيب يقول لك ما هو الشرك؟ بين لي الشرك. هل تعرف الشرك؟ إذا قلت أنا لا أعرف الشرك يقول أنت ممكن أن تكون واقعا في الشرك وأنت لا تدري. إذا لابد نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. الشرك ينقسم إلى قسمين نسأل الله العافية والسلام. شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر يخرج من الإسلام. إذا مات الإنسان عليه الصلاة والسلام فهو مخلد خلود أبدي في النار. أريد أمثلة على الشرك الأكبر. نعم، من يذكر لي مثالا على الشرك الأكبر؟ نعم. يعبد الشيطان يقول يعبد أصحاب القبور يعبد الجن يذبح لأصحاب القبور يذبح للجن. أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. نعم. الشرك الأصغر، شرك النوم. من يعطيني مثالا على الشرك الأصغر؟ نعم. الرياء يعني يصلي من أجل أن يمدحوا الناس، يقول هذا مصلي. ورياء أبو ذبو رياء وقيمونا مسار كذا قبل ما قرين كنت هذا صدق كذا قبل ما قرين وياك. أن لا يريد بالعبادة وجه الله سبحانه وتعالى، يريد بالعبادة مدح الناس. الحلف بغير الله يحلف بحياته بحياة أبيه أو أمه، يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالطعام بالشراب، حلف بغير الله شرك أصغر وقد يصل إلى الأكبر. إذا المسلم لابد يحذر من الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يؤدي إلى الأكبر. وإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. أزال أبو بكر وزير الهند.